ايه عادة زي هالشاب، عادة طلع من هالشباك وكنا متخبيين يعني كالعادة، وصاروا طخ عشوائي وزي ما انت شايف والله يعني بهبل بهبل طخ. وهي هنا ولسه في الكنباية، كله هذا الكنباية من ظهره كله حي رصاص، وكله يعني الحارة كلها كانت مكركبة حي، والوضع كثير صعب كان. لفيت على الشباك الثاني اللي بغرفتي اللي هو بطلع له، كل شاب كله دم ووضعه صعب، مش حد قادر من شاب يوصل له والله، صاروا شاب يزعلوا الشباب ما قدروش يوصلوا له. كان في كبالة وفي قناص كان، ومباشرة في راسه اجت الطلقة مباشرة يعني قاصد. الشاب والله طيب يعني مش مجامل، لا والله والله انه يعني شاب غلبان وبحب المخيم اقسم بالله يعني، ودائما مش لاقي شيء، دائما في الجوامع بظله بحب المخيم، بتداير هين وهان.